بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأتحدث الآن عن قيود اليومية. قيود اليومية. الآن يا سادة يا كرام، نحن نعلم بأن المحاسبة قائمة على تسجيل العمليات المالية، قائمة بالمناسبة علم المحاسبة بالدرجة الأولى قائم على تسجيل العمليات المالية، وهذا العلم تم ابتداعه أو إيجاده لهذا الهدف، لأن أنا عند تسجيل العمليات المالية بضمن حقي وحق الآخرين. يعني بالبلدي اليوم أنا عندي مشروع الخاص إلي، تمام، إجاني زبون بعت بضاعة، لازم أسجل إن أنا بعت بضاعة وأسجل قيمتها وسجل الأصناف اللي بعته إياه وقيمة كل صنف. حتى بعد ذلك لو ذهب للبيت وراجع اللي هو نفسه، ممكن يرجع له يقول له والله أنا ما سلمتش منك صنف كذا، والله أنا ما أنت مسجل علي كذا وأنا ما بعتنيش إياه. هذه كلها في إطار الحفاظ على حقوق وحقوق الآخرين، سنتحدث عن هذا بالشيء من التفصيل. لذلك مدام المحاسبة قائمة على تسجيل العمليات المالية، حتى غدا أصحاب المشروع بطلبوا تقارير، قديش حجم مبيعاتنا خلال شهر يناير، طب قديش حجم المصاريف، قلنا بقديش بعنا، بقديش صرفنا، قديش حجم مشترياتنا، طب قديش حققنا أرباح. زي اللي بياخد ورقة وقلم بينزل على السوق بروح بيشتري بضاعة بألف شيكل، بسجل 1000 شيكل بضاعة وأصناف، كل صنف قد اشترى. الآن بيجي له الزبائن بيبدأ بده يبيع، بيطلع في ورقته بيشوف قد ايش اشترى هذه السلعة، بقدر أبيعها بربح هالقد، ببدأ أبيع بسجل مبيعات. بعد شوي بدي أشتري لي سندويش بسجلها، بسجل مواصلات، بسجل اتصالات، آخر اليوم بمسك ورقتي. هي التسجيل. هذا التسجيل لابد أن يتم من خلال شيء اسمه قيود اليومية أو ما يعرف بالقيود المحاسبية. والقيود المحاسبية جيد، وحنتعرف اليوم على حاجة اسمها نظرية القيد المزدوج. نظرية القيد المزدوج، أو بيسموها الأجانب الدبل انترست. خلينا مع بعض ننزل بكل هالدنيا هذه ونيجي هنا بس لهذا الموضوع بشكل مستقل. نظرية القيد المزدوج. الآن يا سادة يا كرام، عندنا في علم المحاسبة اتفقنا أنه العلم قائم على تسجيل العمليات المالية. كيف أسجلها؟ هل طريقة التسجيل مثل التجار اللي بيمسك ورقة وقلم وبيبدأ يسجل على النوتة وآخر النهار بيكون إيش؟ بيكون نسي غرض معين ما سجلوش، بكون صار في عنده ضغط وأهمل تسجيل بعض العمل. لا، نظرية القيد المزدوج هذه نظرية محاسبية وجدت في القرن 14، أوجدها عالم إيطالي اسمه لوكا باشيلو، تمام، ويقال بأنه هذا العالم الإيطالي قد اشتق هذه النظرية من اللي هو علماء المسلمين، لأنه وجد بعض القصاصات التي تؤكد بأن علماء المسلمين استخدموا هذه النظرية. الفكرة أن هذه النظرية قائمة على مفهوم، مدام أنا بدي أسجل العمليات المالية، قال لك العملية المالية عشان تسجلها لازم يكون لها طرفين. عشان هيك تعالوا مع بعض ناخد التعريف. لكل
لكل عملية مالية طرفين، طرف مدين وطرف دائن، طرف مدين وطرف دائن. الآن عودة مرة أخرى، تمام، خلينا هيك نقف بعكس جهاز الجوال ونقول إنه أنا عندي إيد يمين وعندي إيد يسار. إيد اليمين هي المدين، إيد اليمين هي إيه؟ المدين. وإيد اليسار هي الدال، وهتلاقوا يمين مدين على نفس الوزن. يبقى حقف بعكس اللي هو الشاشة تاعتي، حاطش ظهري للشاشة وأقول إنه أنا عندي اللي هو طرفين. الحمد لله رب العالمين، معظمنا عنده الطرفين، إيده اليمنى وهي الطرف المدين، يمين مدين، واليد اليسرى وهي الطرف الدين. طب نكمل التعريف، يبقى لكل عملية مالية، يبقى لكل إنسان طرفين، لكل إنسان طرفين، لكل عملية مالية طرفين، طرف مدين وطرف دائن، ويشترط تساوي الطرفين. يعني طلع على ديك التنتين، الحمد لله ربنا أكرمنا بأنه إيه؟ أنه الطرفين متساوي. قال أنا أعرف العملية المالية أو القيد المزدوج، آسف، القيد المزدوج ينص على أنه لكل عملية مالية طرفين، طرف مدين وطرف دائن، واشترط تساوي الطرفين، يبقى هذه العملية المالية. طيب الآن أنا تعرفت أنه في علم المحاسبة يجب أن يقوم التسجيل من خلال اللي هو إيش؟ القيد المزدوج. طب وين أسجل؟ ماشي، أنا بعد شوي هعلمك كيف تسجل، هعلمك كيف تسجل. طيب لكن وين أنا أسجل؟ قال لك بدك تسجل في الأماكن هيدا، اللي هو في المكان هيدا. أنا أعطيه لون آخر أهو، تمام، بدي هيدا هسجل في دفتر اسمه دفتر اليومية العام، دفتر اليومية ايه؟ العام. قصة هذا الدفتر، احنا عندنا في علم المحاسبة قال لك مدامك العلم قام على تسجيل العمليات يبقى بدك تسجل في دفتر، لانه يا اخوان التسجيل لا يتم الا من خلال الدفاتر، تمام، لا يتم الا من خلال الدفاتر. طبعا بيقول الاستاذ رامي لا يا عزيزي، لان ممكن التسجيل يتم من خلال الكمبيوتر. بقول له الكمبيوتر ما هو إلا صفحات، يعني الآن لو نظرت هتلاقي صفحة بيضة. إيش الكمبيوتر؟ عبارة عن صفحات إلكترونية، ورق إلكتروني، دفاتر إلكترونية بس. فالفكرة بدل أنت ما تسجل بقلم وورقة اللي هو يدوي، هتصير تسجل بقلم ورقة إلكترونية. لكن في النهاية التسجيل يتم في دفتر اسمه دفتر اليومية العام، أو في أوراق اليومية العام، سواء كانت أوراق ورقية أو أوراق إلكترونية، أو صفحات ورقية عشان اللفظ أدق، أو صفحات إلكترونية. كيف نسجل؟ هذا اللي حنتعلمه إن شاء الله خلال المحاضرات القادمة، لكن مع بعض بعد ما نسجل في دفتر يوم العطوب. هذا الدفتر سموه بعض الكتاب دفتر المسودة زمان، كانوا يقولوا عنه إيه؟ دفتر المسودة. وسمي بدفتر المسودة لأنه كل العمليات المالية سواء متعلقة بالمشتريات أو المبيعات أو الأصول أو الخصوم أو حقوق الملكية أو المصاريف بأنواعها المختلفة، كله بتسجل في هذا الدفتر. وكأنه إيه؟ وكأنه دفتر مسودة. إيش يعني مسودة؟ يعني أنا بسجل فيه كل العمليات. أهم شيء اللي هو إيه؟ إنه أنا أسجل أول بأول. اشتريت بضاعة؟ أسجلها. بعت بضاعة؟ أسجلها وراها على طول، تمام؟ دفعت مصاريف كهرباء؟ أسجلها وراها على طول، وهكذا. طب هيك لو نظرنا إلى الدفتر وقلنا بدنا إيش؟ بدنا مشتريات الشهر هذا كله، هلاقي في عملية بيع، بعدين مشترى، بعدين مصاريف، بعدين عملية شراء. هيك حيعمل لك لخبطة. قال لك اعمل دفتر تاني وسميه دفتر الأستاذ العام. دفتر إيه؟ الأستاذ العام. وهو دفتر لا يقل أهمية عن دفتر اليومية العام، وهذا الدفتر يتم فيه تصنيف العملية. قال لك آخر النهار
بعد ما تسجل كل عملياتك في دفتر اليومية العام، باجي آخر النهار قبل الدوام ما ينتهي بسكر مكتب اللي هو المكتب بتاع المحاسب مكتبي، وببدأ عمليات البيع بحطها في جانب مستقل، عمليات الشراء في جانب مستقل، عمليات المصاريف في جانب مستقل، وهكذا سموه دفتر الأستاذ العام. بالمناسبة طبعا حسابات الأستاذ هذه تشتق من دفتر الأستاذ، دفتر اليومي العام هو الدفتر الوحيد النظامي. لو جاك سؤال في الامتحان وقال لك ما هو الدفتر النظامي الوحيد المستخدم في علم المحاسبة وحطيت لك أربع خيارات، بدك تقول لي دفتر اليومي العام. طب باقي الدفاتر كلها دفاتر مساعدة، حتى أنه في القانون قال لك لو هذه الدفاتر ما استخدمتهاش أنت قانونيا لا غبار عليك، لا غبار عليك. لكن عندنا في القانون الدفتر الوحيد اللي هو دفتر اليومي العام. الآن في ظل الحاسوب، سهلت القضية. اليوم في ظل اللي هو استخدام الكمبيوتر سهلت القضية. عندنا الكمبيوتر عبارة عن دفتر شامل، في دفتر الأستاذ، في دفتر اليومية، وفي دفتر الأستاذ، وفي ميزان المراجعة اللي حنتحدث عنها بعد ذلك. طبعا هدول كلهم في إطار اللي هو المحاضرات اللي هو النصف الثاني من اللي هو المساق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.